السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني، وان شاء الله في هذا الفيديو غنوريكم كيفاش تكري واحد الكونت جيميل، يعني باش يبقى عندكم واحد الكونت باش تولي عندكم واحد البواط ديال الريسبسيون. يعني مثلا تصيفط دي زيميل ولا تصيفط السي في ديالك ولا تكومينيكا مع الاصدقاء ديالك. يعني كاين بزاف الناس اللي ما كيعرفوش يصاوبوا جيميل، وفي نفس الوقت غنتعرفوا كيفاش نتكري واحد الكونت مع لو سيت ميكسلر. يعني مثلا الا كان شي لايف ديال شي واحد ولا شي حاجه، الا بغيتي تدخل للشات مثلا وانت تطرح الاسئله ديالك وتشوف كل شيء، غنوريكم ان شاء الله في هذا الفيديو. انا نبداو على بركه الله. يعني اول حاجه كتدخل www.google.com، كتدخل جوجل كما كتشوفوا www.google.com، ادخل ليه غتبان لك هنا واحد جيميل ايماج، انت غتكليكي على جيميل، غتكليكي على جيميل، غيعطوك جوج ديال الاختيارات، سواء سو كونيكتي ولا كريي ان كونت. مادام عندك واحد الكونت ادير سو كونيكتي، مي الا ما كانش عندك لو كونت ديالك غدير كريي ان كونت جديد. يعني انا ما عنديش كونت، غندير كريي ان كونت، غتكليك تضغط عليها ان سامبل كليك، غتجي هنا تختار السميه ديالك. مثلا حنا نديرو سميه، مثلا لو نو ديالك ولا بخينو، دير السميه ديالك مثلا مثلا ايوب الفضيلي، مثلا ما عرفتش شكون ايوب الفضيلي مي غكتبتها. غتجي هنا كيقول لك شوازي سي فوت نوم دو دوتيليزاتور، يعني لو نو اللي غتبقى تدخل به. غنديرو مثلا ايوب، من الاحسن بقاو ديروا هاد الشيء اللي نعطيكم، دير ايوب بوان كنيتك مثلا الفضيلي وتزيد حدا شي رقم مثلا 62 باش يقبلولك، يعني ايوب بوان الفضيلي 62 يقبلولك. الوغ بالنسبه للمود باس، مود باس كتبوا اللي بغيتو، مثلا غير المود باس يكونوا فيه دي كاركتير سبيسيو، يعني ما يكونوا فيه اعداد، يكونوا فيه حروف ماجيسكول مينسكول باش يتقبل لك. مثلا غنديروا مود باس ديالنا، دير مود باس اللي بغيتي انت، تيولي يطلع لك داك الميساج ديال انه راه تري فوا باش ما يطرالو حتى شي حاجه. غتجي لا دات دونيسونس ديالك، مثلا نديرو 7 مثلا 1992 مثلا. غنجي نديرو مثلا بالنسبه للسكس غنديرو جو سوي مثلا ان نو. غتجي مثلا النيميرو دو تيليفون ديالك، غدير النمره ديالك مثلا باش لا تطرا لك مشكل في الجيميل ديالك نسيتي على المود باس ولا شي حاجه، باش تبغي تردو كتردو باش بالنمره ديالك. غنديرو حنا النمره مثلا 93 02 93 02. اها غنديرو فوت ادريس ايميل اكشيال، هاد فوت ادريس ايميل اكشيال هادي غتعاونك سي الى نسيتي المود باس ديالك. الوغ مادام حنا ما عندنا حتى شي جيميل ما غنديروش، وغنجيو غنديرو ايتاب سويفون، غنجيو نهبطو لتحت، غنبقاو نهبطو لتحت حتى يعطيونا واحد جاكسبت، غنديرو جاكسبت، غنديرو بور سويفر فيغ جيميل فيغ جيميل مي كونيكسيون شوية صقيلة. الوغ دابا حنا كريينا كونت في الجيميل، دابا ما عندنا حتى شي مشكل. الوغ غيطلع لك هاد الفونيتر هادي مثلا، غنجي غندير سويفون مثلا، نزيدو سويفون اخرى، نديرو سويفون، نديرو سويفون. الوغ نديرو اكسيدي ا جيميل. الوغ دابا هو الجيميل ديالك خدام، يعني ما فيه حتى شي مشكل. غنمشيو ليوتيوب دابا، نمشيو ليوتيوب باش تكري واحد الكونت يوتيوب تنتايا وتولي تنتا تكومونتي، وفهمتي تخلي التساؤلات ديالك في لي كومونتير في لي فيديو، دير سبسكرايب مثلا، دير لي جيم لي فيديو. غتجي مثلا غنديرو غندخلو ليوتيوب، غدير كونيكسيون، غدير كونيكسيون، غدير كونيكسيون. الوغ من تدير كونيكسيون ديريكتومون هو صافي تيحل لك الكونت ديالك، هاهو ايوب الفاضلي اللي كريينا، يعني هو هذا، يعني هذا هو الكونت ديالنا. كوبي خليه عندك، دير ليه بوطون دروا كوبي ولا عقل عليه حفظه ولا شي حاجه. الوغ دابا هو عندك كونت جيميل، تقدر دير سبسكرايب، تقدر دير لايك، تقدر انت تابلوادي دي فيديو تلوحهم اكسيتيرا. الوغ دابا نمشيو مثلا لايف، مثلا لايف كيكون مثلا بحال لايف ديالنا هنايا، غتبان لكم هاد لافونيتر مثلا، هذا هو اللي يعني غتلقاه في الديسكريبسيون ديال هاد الفيديو، هذا هو اللي غتهبطوا لتحت غتلقاو هاد التصويره هادي، هاد التصويره يعني الا بغيتي تسمعوا اللايف تتكليكوا على هاد لو بوطون هادي كتبقى تسمع لكم اللايف، مي الا بغيتي تسمع وميم طو انك تكتب وتكومونتي ولا تهضر والناس كيهضروا اكسيتيرا، الوغ غتجي تكليكي على هاد التصويره هادي الصغيره غادي افيشي لك هاد الموقع هذا اللي هو mixlr.com/yasin2682
غي افيشيرك. الو غتجي تهبط لتحت تلقى واحد جوان دي شات ناو غتكليكي عليها يلا غتبغي يلا غتكليكي عليها غيديك لهاد السيت هذا غيقول لك دير واحد لانسكريبسيون معانا سواء بالفيسبوك سواء بالكونت جيميل. حنا كرينا جيميل. الو غتجي هنا دير تشوز ا يوزر نيم. يوزر نيم تقدر نتا حر في السميه ديالك تقدر دير اي سميه لقب بحال نيك نيم بحال دابا انا داير ياسي 62 جوج. الو انت غدي مثلا غنديرو ايوب مثلا 31 بغيت ندير ايوب 31 اونتري يور ايميل ادريس غدير ليميل ادريس اللي كريينا عاد دابا اللي وريتكم كيفاش تكريو وغتجي دير مود باس ديالك مود باس انت حر دير مود باس اللي بغيتي غير هو من الاحسن انك تفورسي عليه باش يكون خيفو وما يطرا ليه والو. غتجي دير سين اب الو غدير كلوز الو وانت دابا غدير سيناب ودير لوغين يعني من غتافيشي لك هاد لا فونيتر ماشي نشوفوا واش وصلنا الو غنمشيو له بعدا ناكتيفيو يعني من ديروا لانسكريبسيون سيروا للجيميل واكتيفيو غتلقاو هاد اللي هذا ها هو تلقاو غتكليكيو عليه تدخلوا للجيميل هادشي البواط دو ريسبسيون غتلقاو هاد اللي وصلكم وغتدخلوا لهادي غتكليكيو عليها يعني قبل ما ديروا لوغين ها هو دابا تاكتيفا يعني ها هي is now activate active please in طق الو دابا غنجيو نديرو المود باس ديالنا الو غنديرو لوغين ولا اونتري. الو دابا من حقك انك دير كومونتير وتشاطي مثلا تكتب اي حاجه تكتب بونجور اللي عجبك يعني او ميم طو انك كتسمع والناس كلهم تيهضروا هنايا وكلشي تيهضر يعني غيولي هاد البواط هادي احسن من الفيسبوك انك تهضر وكتسمع او ميم طو. الو ونتمنى انكم تكون عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش انكم تبارطاجيو باش تعمل فائده. كان معكم ياسين نجم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.